نحن موجودين اليوم بدعوة مجلس الشعب الجزائري مع وفد مجلس الدوما لتطوير العلاقة البرلمانية أخذا في الاعتبار الاتفاق وقع عليه رئيس روسيا الاتحادية ورئيس الجزائر عن الشراكة الاستراتيجية المعمقة من طرفنا أن نبذل كل جهد لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية في الإطار القانوني، ويجب أن تساهم العلاقات البرلمانية في تطوير لاحل العلاقات الثنائية. إن العلاقات تتطور بشكل ديناميكي وتضاعفت التبادل التجاري في السنة الماضية ووصلت إلى 3.7 مليار دولار، وهذا نمو ملحوظ في علاقاتنا الثنائية. والمهم بالنسبة لنا الاستمرار في تطوير العلاقات البرلمانية. حاليا هذه العلاقات ليس في المستوى المطلوب، هذا أول المباحثات البرلمانية خلال الفترة الطويلة. آخر مثل هذا الزيارة كان في 2015، اتفقنا مع الزملاء مع رئيس مجلس الشعب الوطني أن يزور وفد البرلمان الجزائري إلى روسيا، وكمان اتفقنا على إنشاء لجنة المستوى العالية بين البرلمانيين للنظر في المشاكل الملموسة. هذا مهم بالنسبة لمواطني روسيا ومواطني الجزائر، وكل ذلك أصبح ممكنا بعد زيارة تاريخية لرئيس الجزائر إلى روسيا في العام الماضي، وإنه أعطى دفعة قوية لتطوير العلاقات في مختلف المجالات. نحن ناقشنا المواضيع من شأنها أن تساهم في تطوير العلاقة. كما تعرفون لدينا علاقات تاريخية عمرها عشرات السنين. إن الاتحاد السوفيتي والجزائر كانت تعمل على تقوية العلاقات وساهمت في تطوير علاقتنا في اليومنا هذا. لدينا مواقف متطابقة والمتقاربة فيما يخص القضايا الدولية والإقليمية. هذه المواقف مواقف الأصدقاء، ونحن نعتبر زملائنا أصدقاء، نعتبر الجزائر دولة صديقة وشريك استراتيجي، ونحن نحرص على أن ترتقي العلاقات الروسية الجزائرية وللبعد البرلماني في العلاقات الجزائرية أهمية كبيرة. ولذلك مباحثاتنا اليوم كانت مهمة ومثمرة، وكان اللقاء مع فخامة الرئيس ممتازة ومثمرة. وإذا ننهي هذه الزيارة، نعتقد أن هذه الزيارة مهمة وممتازة.